ينضم إلينا الكاتب الصحفي شريف عارف. أستاذ شريف، بعد التحية، تحديث المناهج في كلية الشرطة بما يواكب أفضل المعايير والتأكيد أيضا على أهمية دراسة حقوق الإنسان لكونها جزءا أصيلا من التعامل مع المواطن وتحسين الخدمة المقدمة إليه، كيف تقيم ما رأيته اليوم من تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة؟ مساء الخير على حضرتك يا أستاذ محمد وعلى كل مشاهديك. طبعا نحن أمام أمر مختلف تماما. التحديات التي تسود العالم والعالم وما يموج به من صراعات ووجود مخططات هدامة وغيرها وفكرة تفكيك وحدة النسيج المجتمعي، كل ذلك يدعو إلى أن تكون المناهج التي يتم تدريسها في أكاديمية الشرطة مناهج مختلفة. أنا أعتقد أن العملية ليست في مسألة التدريب والتسليح فقط بالنسبة للشرطة المدنية، ولكن لابد أن يكون رجل الشرطة مستعدا للتحديات التي تواجه الوطن، وبالتالي لابد من إعداده إعدادا فكريا وبدنيا بما يتناسب مع حجم هذه التحديات. وأنا في رأيي أن تدريس حقوق الإنسان بهذا الشكل وبهذا الحجم في المناهج الدراسية هو نقلة كبيرة، وهو يعطي إشارة لاهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان. ولو أننا نظرنا إلى كلام السيد الرئيس وحديثه إلى أبنائه الطلاب اليوم أو أبنائه الخريجين، سنجد أن القائد الذي يحدد لهم كيف يتعاملون مع المواطن البسيط وكيف يتعامل أيضا مع المتهم، لأن القاعدة الأساسية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبالتالي لابد من مراعاة فكرة حقوق الإنسان بالكامل إلى أن يثبت الاتهام على المتهم. صحيح. بعدها القانون هو الفيصل في جميع الأحوال من أول المشوار إلى آخره، القانون هو الفيصل طبعا. أنا أتمنى أن الشرطة المدنية تتخذ منحة التصاقا أكبر بالجماهير، وأنا أعتقد أن ده نجح بشكل كبير، ولكن كلما وضح دور الشرطة المدنية في الحياة اليومية للمصريين. صحيح. هي في هذه النقطة تحديدا سيد شريف، في هذه النقطة تحديدا يعني جهود وزارة الداخلية هي أكبر مؤسسة متفقة بالعمل الجماهيري. صحيح. بالنسبة للعمل الجماهيري، عفوا المقاطعة سيد شريف، يعني لا تقتصر جهود وزارة الداخلية فقط على الجانب الأمني، ولكن تشمل أيضا الجانب المجتمعي، وذلك يعني يبدو واضحا في المبادرات التي تشارك فيها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وللتلاحم بشكل مباشر مع هموم الشارع المصري. هذه حقيقة، يعني هناك تدخل كبير في مسألة العملية الاقتصادية. صحيح. وهو ما يعني المواطن بالدرجة الأولى، وربما يظهر ذلك من خلال سلسلة أمان. صحيح. الغذائية المنتشرة في كل مكان، تواجد الشرطة مع أبناء الشهداء، الاهتمام بهم، الاهتمام بالرعاية الخاصة لعدد من ذوي الهمم وغيرها من المبادرات. أعتقد أن هذه المبادرات الاجتماعية سوف يكون لها التأثير، لأن فكرة التعامل الأمني الآن اختلفت تماما. نحن أمام جرائم إلكترونية وجرائم اقتصادية، حتى فكرة الجريمة نفسها اختلفت، لم تعد الجريمة الجنائية المباشرة، ولكنها اتخذت ألوانا وأشكالا جديدة. صحيح. في وسط عالم يموج بالصراعات وأيضا أفكار هدامة، مواجهات إرهابية، كل ذلك هي زوايا جديدة في التعامل. صحيح. الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.